في عناوين النشرة: التوافق النقبي تفوز بكامل أعضائها. وأغلبية الناس، أغلبية الشعب اللبناني، أغلبية المعلمين هي تقف بوجه هذه السلطة اللي أساساً أطبقت على الحياة السياسية بالبلاد. باسيل يشيد بالنتائج وجنبلاط يأسف لسقوط محفوظ. النزوح السوري في الميزان الاقتصادي. النازحين السوريين عم بيسببوا مشكلة كتير كبيرة بالاقتصاد اللبناني. ثورة المشنوق ضحية الرصاص الطائش. إذا رجع إطلاق النار لازم كلكم تصوروا. العبادي في الموصل محتفلاً بالنصر. الطيار يكشف بعد كان الطيار يخصب أي مكان بداعش هم سبب الخراب والدمار. مساء الخير. خلعت الموصل لونها الأسود وفكت عنها حداد السنوات الثلاث، ورفعت السلطات العراقية علم البلاد على حافة نهر دجلة لتنتهي دولة الخلافة من مكان ما بدأت. وإلى المدينة المحررة وصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مرقة بثوبه العسكري، ومهنئا قواته المسلحة بتحقيق النصر وإلحاق الهزيمة بداعش. وبتحرير الموصل يكون تنظيم الدولة قد وفى بنصف وعده عندما تعهد بالقتال حتى الموت، إذ أنه التزم بالموت من دون القتال أو بتجيير هذه المهمة للنساء عبر إقناعهن بتفجير أنفسهن ليسبقن الرجال إلى الأعالي. أما على الأرض فقد انكفأ ما تبقى من داعش إلى مناطق ريفية وصحراوية غرب وجنوب الموصل، حيث يعيش عشرات الآلاف من السكان. وعلى توقيت استعادة الموصل لا يزال لبنان حائرا في الوصل مع سوريا لترتيب عودة النازحين، ومسؤولوه يطلبون الحل من دون تلطيخ سجلهم بالتواصل مع الحكومة السورية، أو أنهم يسعون لدق أبواب دمشق سرا حتى لا يغضبون الغاضبين. وحيال هذا الملف دفع حزب الله نحو حسم الجدل. وقال النائب محمد رعد إن لبنان معني بالمتغيرات التي تحصل في المنطقة، وعليه أن يحزم أمره، وعلى الحكومة أن تكف عن بعض الدلع والمزاح في مقاربة المسائل الاستراتيجية، مشددا على أن بؤرا لا تزال في جرودنا، وأن الفساد في لبنان ليس قدرا لا يمكن مواجهته ومكافحته. فيما أدلى نائب وليد جنبلاط بدلوه معتبرا أن التواصل موجود مع الحكومة السورية، لذلك كفى مزايدة، ودعا إلى أن تبقى حدود التواصل أمنية ولمحاربة الإرهاب. وحده النائب عقاب صقر نظر بعيون استثمارية للنازحين السوريين في لبنان، وقال إنهم ينعشون الاقتصاد اللبناني وبالأرقام، الأمر الذي استغربه وزير الاقتصاد رائد خوري في حديث إلى الجديد، وقال إن النازحين يشكلون عبئا على اقتصاد لبنان. لائحة التوافق النقبي برئاسة رودولف عبود تفوز بكامل أعضائها، والنقبي نعم محفوظ ينال 43% من الأصوات. وفق النظام الأكثري انطلقت انتخابات نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، وحصرت المنافسة بين لائحتين، الأولى مستقلة وهي لائحة نقابة غير المكتملة برئاسة النقيب الحالي نعم محفوظ، والأخرى لائحة التوافق النقابي المدعومة من أحزاب السلطة. أولا كان هذا استفتاء بين أداء السلطة السياسية بين الأحزاب الحاكمة وبين المعلمين والنقابيين المستقلين بالبلد، وأنا رأيي أثبت هذا الاستحقاق أنه أغلبية الناس، أغلبية الشعب اللبناني، أغلبية المعلمين هي تقف بوجه هذه السلطة
اللي أساسا أطبقت على الحياة السياسية بالبلاد وتريد أن تطبق على ما تبقى من عمل مدني وديمقراطي نقابي مستقل بلبنان. نحن مستمرين بالخط ذاته، الخط النقابي الديمقراطي المستقل المعارض، لأنه أي عمل نقابي بيوالي السلطة نحن برأينا بيسقط ما عاد له ضرورة. يشرف مندوبون عن وزارة العمل على أقلام الاقتراع في حضور مندوبين عن المرشحين وآخرين من الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، أما المخالفات التي سجلت فمحدودة. كوننا نحن عم نشهد معركة انتخابية ونحن قلنا من رأي من 2006، فبما أنه عندنا معركة انتخابية اليوم على الأرض عم نشهد عدة مخالفات وعلى صعيد كبير. من بين هذه المخالفات اللي صدرت اليوم توزيع مناشير وليستات داخل المركز بالإضافة إلى دعاية إعلامية بمحيط المركز وبداخله. نحن أول ناس كنا عم نتعاون مع الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات لحتى نفوت بنظام أكثري أو نظام اللائحة الواحدة، ولكن ممكن أنه بعض التقنيات اللي جبرتنا أنه نتوجه يمكن للمرة الأخيرة على هذا النظام الأكثري. يميل الظن إلى فوز اللائحة المكتملة وإن كانت قد تخرق، علما أن هذه اللائحة تضم الأحزاب نفسها التي وصل معها النقيب نعم محفوظ عام 2004 والذي استمر في مركزه حتى اليوم. فهل يعارض محفوظ من داخل النقابة أم يقتصر دوره على المعارضة خارجها كحال حليفه الكتائب مع الحكومة؟ رواندا بوخزام، قناة الجديد. وعقب صدور نتائج انتخابات نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، غرد وزير الخارجية جبران باسيل على تويتر قائلا: مبروك لمرشح التيار الوطني الحر نقيب المعلمين الجديد رودولف عبود ولكامل اللائحة، فوزهم لصالح كل المعلمين والانتهاء زمن الغوغائية في النقابة. النقابي نعم محفوظ رد على باسيل بالقول: زمن هيئة التنسيق النقابية ونقابة المعلمين هو زمن العمل النقابي الشريف في ظل الغوغائية السياسية التي تعملون بها. رئيس اللقاء الديمقراطي نائب وليد زنبلاط غرد بدوره على تويتر قائلا: مؤسف ومعيب وقوف جميع الأحزاب سوى الحزب الاشتراكي ضد نقابي المميز نعم محفوظ. أما الحزب التقدمي الاشتراكي فقال إن ما حصل في انتخابات نقابة المعلمين يمهد لعصر عنوانه الأساسي مصادرة قرار النقابات وتحويلها إلى محميات حزبية وفئوية وطائفية ومذهبية، ورأى أن الشعار الذي رفعه منذ مدة وهو إعادة نقابات للنقابيين يفترض أن يلتف حوله كل النقابيين الأحرار والديمقراطيين، مؤكدا أنه سيواصل معركته لإعادة نقابات للنقابيين لكي يستعيد العمل النقابي دوره النضالي والديمقراطي، وأنه سيتصدى لكل محاولات إسكات أصوات النقابيين الأحرار الذين يعملون مصالح نقاباتهم. لبنان يقف عاجزا أمام تبعات النزوح السوري على الاقتصاد والأمن. يستضيف لبنان أكثر من 1.5 مليون نازح سوري بعدما شرع حدوده واعتكفت الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011 عن وضع سياسة واضحة لإدارة ملف النازحين. واليوم يقف لبنان عاجزا أمام تبعاتها، وبدأت المزايدات السياسية في ملف عودتهم الآمنة. ووسط الاختلاف السياسي لآلية العودة يبرز الاختلاف في تقييم النزوح ووقعه على الاقتصاد اللبناني. بالأرقام الاقتصادية أزمة النزوح ما عم تشكل عبء على الاقتصاد اللبناني، بالعكس عم تجيب أموال على الاقتصاد اللبناني. بستغرب اللي عم بقول عم بينعشوا الاقتصاد اللبناني، النازحين السوريين عم بيسببوا مشكلة كتير كبيرة بالاقتصاد اللبناني لعدة أسباب. أول شيء لأنه عم بينافسوا اللبنانية باليد العاملة، عم بيشتغلوا بأعمال لبنانية هن بيشتغلوا فيها وما لهم حق بالقانون يشتغلوا، وعنده عم بيعملوا مؤسسات غير شرعية غير مرخصة عم بتنافس المؤسسات اللبنانية، خاصة لأنه هودي ما بيدفعوا ولا ضريبة ولا بيدفعوا ضمان اجتماعي وما عندهم أعباء. بالإضافة لهذا الشيء عم بيستهلكوا البنى التحتية اللي عنا إياها من طرقات لكهرباء، بكلفونا كهرباء يعني مبالغ كتير كبيرة. تقريبا الإحصاءات بتقول فوق 12 مليار دولار صارت الكلفة طبعا النازحين السوريين على لبنان. دراسات مختلفة ظهرت أن أكثر المستثمرين في القطاع العقاري هم السوريون، إضافة إلى استهلاكهم أكثر من 22 مليون دولار للمواد الغذائية. يعني أنت شايفة أنه العقار نشيط بلبنان؟ بالعكس تماما،
يعني نحن لو قدرنا استقطبنا السوريين الرأسمالية كان كتير منيح، نحن بالعكس منرحب فيهم وبكونوا شرعيين وعندهم رخص وكل شيء، بس نحن استقطبنا اليد العاملة الفقيرة اللي هي عم ندعمها كدولة من كل المجالات. نحن كنا طلبنا من الأمم المتحدة أنه على القليلة تجيب البضاعة السلع من لبنان ما تجيبهم من برا، بس لحديت هلأ ما بعد ما في التزام بهذا الموضوع. السنة الماضية كان النمو 1%، هلأ منعتقد رح يكون كمان شي 1.5 أو 2%، وهو معدلات كتير منخفضة بالنسبة للبنان. يعني لبنان بلد منه بلد دولة ناشئة، لازم يكون على القليل النمو فيه 5 إلى 6%. ضغط الأزمة السورية سبب للبنان هزة لشعبه واقتصاده وأمنه، وتحركت وزارة الاقتصاد من خلال مفتشي الوزارة لضبط المؤسسات غير المرخصة والتواصل مع المحافظين والبلديات لأجل إقفالها، داعية المتضررين إلى التبليغ عبر الخط الساخن 1739 لاتخاذ الإجراءات اللازمة. رواند أبو خزام، قناة الجديد. هل يعجل الاتفاق الأمريكي الروسي لوقف إطلاق النار جنوب سوريا في الحل السياسي؟ في ظل النزاع الحكومي اللبناني حول محاولة الدولة السورية أو عدمها لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، أعلنت المفوضية العليا للاجئين أن نحو 500,000 نازح سوري عادوا إلى منازلهم منذ بداية العام الحالي، عودة وصفت بالعفوية. فما هي المناطق التي أصبحت جاهزة لاستقبال أهلها؟ نعم، هناك إمكانية كبيرة لاستيعاب النازحين. أنا دائما في السابق تتحدث المعارضة على أنه هي بتسيطر على حوالي 70%. إذا أخذنا البادية السورية اللي هي 90,000 كيلومتر مربع، أي هي نصف سوريا من أصل 185,000، هذا يعني بأنه غالبية البادية كانت خارج سيطرة الجيش السوري. إنما إذا أخذنا مثلا على سبيل المثال حماة، حلب، السويداء، دمشق، طرطوس، اللاذقية، هذه المناطق يوجد بها يعني دورة حياة كاملة وهي تستوعب. استثنينا نحن البادية تصبح هي حوالي 65 أو 70% بيد الدولة السورية. إلا أن عدم الإعلان رسميا عن المناطق الآمنة ورفع المنظمات الدولية مسؤوليتها عن تحمل تبعات العودة توحي بنيات خفية. حتى الآن ليس هناك من قرار غربي بتشجيح عودة النازحين إلى سوريا. هناك بعض الدول وتحديدا الاتحاد الأوروبي لا يريد يعني للاجئين السوريين العودة، هو لا يزال حتى الآن يستثمر بهذه الورقة. حتى يعني منذ أسابيع كان هناك مشروع لعودة أكثر من 50,000 سوري نازح موجود بالمخيمات بمناطق عرسال وكل المناطق المجاورة، ولكن على ما يبدو حتى الآن ليس هناك رغبة غربية بعودة النازحين. الحياة في سوريا باتت ممكنة في نحو 70% من مناطقها، ومعها عودة نازحين طال غيابهم، والخوف أن يطول انتظارهم القرار الدولي. لآل سعد، قناة الجديد. جدل حول استشهاد مهدي أبو حمدان ابن 17 عاماً، حزب الله يوضح والعائلة تكشف وثقتها. أما يا عيوني وروحي وكل شيء هي ربتنا، بدي سلم عما وبلا العمة ما تبكيش علي، وبس أنت تبكي بتأذيني يعني بس تبكي بتأذيني أكثر وهيك. بهذه الكلمات ودع مهدي أبو حمدان ابن 17 ربيعا أهله ومضى إلى ساحة القتال، تاركا وراءه كل ما يتمناه الشباب من جيله. مهدي من بيت مقاوم وأخواله الأربعة شهداء في المقاومة الإسلامية، وقد منع من الالتحاق بالجبهة من قبل المعنيين في حزب الله لكونه وحيدا لدى أهله، لكنه واجههم برسالة من والديه تسمح له بالقتال. إشكالية وقعت حول سنه، بين من قال إنه صغير على حمل السلاح ومن رأى أن الشهادة لا سن لها. يعني نعمل ضجة كبيرة على هذا الموضوع ومش بمحله. يعني أولا الجيش بياخد على 17 سنة، والشهيد السعيد عمره 17 سنة وكم شهر، وأهلهم كانوا موافقين وفي موافقة خطية أرسلت لسماحة الأمين العام، وهذا ليس لا أول شهيد ولا آخر شهيد يكون بهذا العمر. يعني بالتالي كان سباقا إلى الشهادة. يمكن هلأ يخلق لنا المشكلة الشهيد أنه حيصيروا كتير شباب من شباب التعبئة بدهم يروحوا على جبهات القتال وهم بعمر 15 و16 و17 سنة، فهذا الأمر ليس مستغربا بل على العكس. عائلة الشهيد تفتخر به، فالشهادة بالنسبة إليهم عز أبدي. أكيد فخورين نحن بالموضوع،
والشيء اللي صار بناء على رغبة بيو وأمه سامحين له بالموضوع. العمر ما إنه مقياس للجهاد، وكل الشباب إن شاء الله على الطريق. شهيد مهدي بالنسبة لنا كان مدرسة، يعني نحن كبار مرات بنعجز نوقف ونصمد بالأماكن اللي هو صمد فيها. الشباب في عمر مهدي يسعون لنيل شهادات دراسية يطلقون لها الرصاص الطائش، لكن مهدي اختار شهادة من نوع آخر نالها بإطلاق الرصاص الصائب على الإرهابيين والتكفيريين. بعد الإعلان، بعلبك 60 عاما من المهرجانات. أهلا بكم من جديد. ثورة المشنوق أخمدها رصاص البكالوريا، والقوى الأمنية تعمم أسماء عشرات مطلقي النار. إذا رجع إطلاق النار لازم كلكم تصوروا. وصدرت نتائج البكالوريا يوم السبت، ووقعت حفلة إطلاق النار وأصيب مواطنون وعليه. وبعد دعوة وزير الداخلية إلى الثورة، كنا ننتظر مشهدا كهذا، لكن الواقع لم يكن على قدر توقعات الوزير. دعوة المشنوق إلى الثورة جاءت بعد إقراره عبر برنامج للنشر بأن جهات سياسية تغطي مطلقي النار وتضغط على القضاء لإطلاق سراحهم. فعلى من الثورة إذن؟ على مطلقي النار أم على الجهات السياسية أم على القضاء؟ لما وزير الداخلية يدعي الناس أن تحفظ النظام العام هي بنفسها عبر القيام بثورة، أول شيء هيدا في شيء من الاستخفاف حتى لو ما كان مقصود يعني، بس هيدي الدعوة معناتها بكلام آخر أنه نحن كوزارة الداخلية عملنا اللي علينا، بالتالي صار الموضوع عندكم أنتو. تاني شيء في تحلل من المسؤولية بمعنى المعاني، حتى لو كان وزارة الداخلية أو قوى الأمن يعني قامت بحملات اعتقالات وفيما بعد تم تحميل مسؤولية للجهاز القضائي نتيجة الإفراج عن المعتقلين نتيجة تدخلات سياسية، حتى هون في مسؤولية بتوقع على وزير الداخلية لأنه قادر بشفافية يقول يسمي مين هي القوى يلي دعت إلى إطلاق سراحه للمعتقلين. هذه مفارقة كبيرة أنه وزارة الداخلية عم تدعي الناس للثورة في حال حصل إطلاق نار. بين نتائج البروفي والبكالوريا لم يختلف الأمر كثيراً، وإذا كانت قوى الأمن الداخلي قد أعلنت أن ظاهرة إطلاق النار سجلت تراجعاً ملحوظاً، إلا أنها نشرت أسماء 62 شخصاً أطلقوا النار، وقد جرى توقيف 10 منهم فقط. إذا رجع إطلاق النار لازم كلكم تصوروا مثل ما قالت لين. لعل اقتراح لين هو من ألهم الوزير الدعوة إلى الثورة، لكن يبدو أن الناس يفضلون جلب مطلقي النار هؤلاء وتوقيفهم وفق القانون، إلا إذا كان إشعال ثورة أسهل من وقف التدخلات السياسية في القضاء. نعيم برجاوي، قناة الجديد. رئيس حزب الكتائب نائب سامي الجميل يؤكد أن الشعب اللبناني لا يقبل بعد كل التضحيات التي قدمها والشهداء الذين سقطوا أن يسلم قراره ومصيره لأي كان. حقنا أنه نطمح نعيش ببلد الحلم يلي استشهدوا من أجله شهدائنا. حقنا نرفض نكمل نعيش على المؤقت. حقنا نرفض نعيش عم ندبر جنسيات لأولادنا لأنه خايفين من بكرة، وهيدا الحق ما رح نتنازل عنه. لهيدي كل هالأسباب نحن منوعدكم رح نستمر ما نساوم ولا على السيادة ولا على الاستقلال ولا على الدفاع عن المواطن الآدمي بهيدا البلد يلي كل يوم عم تتاكل حقه من الفاسدين يلي عم بينهبوا ويسرقوا دولتنا كل يوم. القومي يحيي ذكرى اغتيال أنطون سعادي في قصر اليونسكو. في ذكرى اغتيال أنطون السعادي، نظم رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قنص احتفالا، أشار خلاله إلى أنهم اغتالوا أنطون السعادي لأن مشروعه هو مشروع مقاومة، ولأن عقيدته هي عقيدة مقاومة، ولأن حزبه هو حزب مقاومة. مضيفا: نجدد العهد باسم كل السوريين القوميين بأننا ثابتون على خط المقاومة بكل أشكالها، وإننا سنستمر في النضال من أجل قانون جديد يقوم على لبنان دائرة انتخابية واحدة مع النسبية
ومن خارج القيد الطائفي. رئيس كتلة الوفاء للمقاومة أن أبا محمد رعد تساءل من جهته أين الجامعة العربية وماذا يستطيع الأمريكي أن يقرر في مجلس الأمن مع وجود سوريا والدول الصديقة لأمريكا، وماذا يحصل اليوم بين قطر والإمارات والسعودية، وأي أفق ينتظر مصير العدوان السعودي الأمريكي على اليمن. لقد تغير المشهد كله بفضل سوريا وشعبها. لبنان معني بملاقاة هذا التغيير، وعليه أن يحزم أمره وعلى الحكومة أن تكف عن بعض الدلع والمزاح في مقاربة المسائل الاستراتيجية، مشددا على أن مهزلة الكهرباء يجب أن تنتهي وطنيا، والسلسلة يجب أن تقر، والموازنة يجب إنجازها. ليس مقبولا من البعض أن ينتظر إذنا من المأزومين ليباشر المعالجة الصحيحة لملف النازحين. إنه ملف ضاغط على لبنان وعلى جميع اللبنانيين، وليس من طريق لمعالجته بسرعة وجدية وأكثر أمنا وأقل كلفة من طريق التفاهم الرسمي المباشر بين حكومتي لبنان وسوريا. الرهان على الأمم المتحدة مضيعة للوقت وتسويف لا طائل منه. أما وزير المالية علي حسن خليل فأكد أن الحزب السوري القومي الاجتماعي هو شريك في المقاومة ضد إسرائيل ومشاريع الفتن والتقسيم الذي تعرض لها لبنان، فقد دفعنا سويا الأثمان لصد الهجمات عن بلادنا. نشهد معكم في هذه المرحلة على انقلاب الأوضاع في المنطقة لصالح المشروع الذي التزمنا به ودافعنا عنه في سوريا، والذي التزمنا به بالقول والفعل دفاعا عن الدولة التي تستعيد بقيادتها وحكومتها زمام المبادرة في مختلف المناطق. وختم بالقول: عملنا سويا مع الحزب القومي على تطوير نظامنا السياسي وعملنا للوصول إلى النسبية، ولكن للأسف ما حققناه هو خطوة على الطريق، وهي لا تعكس قناعاتنا لكن وضعتنا على السكة. بعلبك ضد التطبيع، لن نرحب بمن عزف للاحتلال والتهجير والاستيطان. في مناسبة استقبال مهرجانات بعلبك فرقة تريو واندرر الفرنسية التي أحيت حفلين موسيقيين في مهرجانات إيلات الدولية في الكيان الغاصب عام 2009 و2016، نظم لقاء بعلبك ضد التطبيع لقاء في المنطقة ضم فعاليات سياسية وحزبية وتربوية للاحتجاج على مشاركة الفرقة في الحفلات. وصدر عن اللقاء بيانا أجمعوا فيه بأنهم لم ولن يرحبوا بالفرقة، وشدد البيان أن لمهرجانات بعلبك الدولية مظهرا يجب الحفاظ عليه وتطويره. نحن ضد التطبيع مع هذا العدو الثقافي والتربوي والاجتماعي وفي كافة مندرجاته. بعلبك ضد التطبيع لنقوم بخطوات إجرائية لمقاومة هذه المحاولة التطبيعية في مهرجانات بعلبك الدولية. نحن متمسكين بموضوع المهرجانات بمهرجانات بعلبك الدولية. يمكن لنا كل الاحترام للجنة مهرجانات بعلبك، وهي منا مع التطبيع خاطبة، هي ضد التطبيع وضد كل الأشكال يلي بيسعى العدو الإسرائيلي للدخول إلى مجتمعاتنا واستثمار الثغرات اللي بتبقى موجودة. وكان لقاء بعلبك ضد التطبيع قد توجه برسالة إلى رئيسة لجنة مهرجانات بعلبك الدولية نيلة دوفريج للتأكيد على أن مشاركة الفرقة في المهرجانات يسيء إلى تاريخ بعلبك المقاوم وإلى قافلة الشهداء، وعليه طلب اللقاء من اللجنة المنظمة الالتفات إلى هذا الأمر ومعالجته بالشكل المناسب، لكن اللجنة لم ترد على الرسالة ولم تتجاوب مع مطالب اللقاء. الأخبار الفنية في تقرير لعمر خداج. سعيد، بذكرى العيد الستين لتأسيسها وعلى أدراج معبد باخوس الأثري، افتتحت مهرجانات بعلبك الدولية برنامجها الفني لهيدي السنة بليلة أقل ما يقال عنها إنها ساحرة بجمالية الموقع والديكورات، بالإضافة للمشاركة الاستثنائية لسفر جيل الشباب الجديد يلي تمثلوا بالفنان رامي عياش يلي أطرب وأمتع سما بعلبك ونجوما، إلى جانب الفنانتين ألين لحود وبريجيت ياغي بأصواتهم الجميلة وحضورهم المميز. وفي ختام السهرة دعت رئيسة مهرجانات بعلبك نيلة دوفريج المخرج روميو لحود لاعتلاء خشبة المسرح ليستلم درع تكريمي من اللجنة عن مسيرته الفنية الطويلة. تز روميو تكريمك
بعلبك على أدراج بعلبك. نعم. شو بيعني؟ بيعني لي كتير حقيقة، بيعني لي كتير. أولاً بيرجعني على أيام هاللي دخلت فيها على بعلبك، لأنه إذا حدا قاله فضل علي بهالحياة فنيا هي هاللجنة، لجنة مهرجانة بعلبك وبعلبك وأهالي بعلبك هاللي عشت بيناتهم مدة طويلة. شلت قلبي، شلت قلبي حفرته صار خادم بتكمل فرحتك يا أغلى الأحباب. كانت حفلة حلوة، ومبارح الافتتاح كان حلو كمان كتير. بشكر إدارة مهرجانات بعلبك ولجنة مهرجانات بعلبك لاختياري افتتح الليلة العزيزة عقربنا كتير، اللي بتخوفنا بصراحة لأنه قربينا على عز بعلبك وعرهبة بعلبك، فبشكرهم من كل قلبي على الثقة، والحمد لله النجاح كان كبير. للناس انتقدوا وللناس اللي جربوا يقللوا من قيمة الافتتاحية، شو بدنا نقول لهم؟ لا، ما من قلهم شيء. بعلبك أكبر بكتير من الناس الصغيرة اللي بتحكي. إذا حدا بيكره بلده هالقد وبيحب ينتقد، هيدا نحن ما بنجاوب عليه. بعلبك ما بتجاوب عليه أصلاً. يعني أنا فخورة، أنا هي تاني مرة، هي مش أول مرة. يعني من بعد 2009 أرجع بعلبك، فخر كبير لإلي وكبر قلبي ومسؤولية كبيرة، لأنه من بعد بعلبك مليون حساب بينحسب. صاروا مرتين ببعلبك وهي مش موجودة، بس بعرف أنها موجودة لأنه بتحسسني بأنها موجودة. بقول لها بشكرها على كل شيء علمتني إياه. حلم كل فنان، واكيد انا كنت احلم بهذا الشيء وتحقق الحمد لله بكونسبت كثير حلو. عم غني لكبار واهم المطربين والفنانين. الحمد لله انا كثير فخوره بحالي ان قدرت اكون على قد هالمسؤوليه، وما فيها خبرك قد ايه قلبي عم يدق بسرعه قد ما مبسوطه. مع هذا التقرير مشاهدينا بكون وصلت فقرة فن الخبر لنهايتها. منشوفكن، باي باي. بعد الإعلان، بريطانيا تدعو إلى إنهاء الحصار عن قطر. أهلا بكم من جديد. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يعلن النصر على داعش من مدينة الموصل. إلى مدينة الموصل المحررة وصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالزي العسكري، معلنا نصر بلاده على تنظيم داعش. هي ثاني أكبر المدن العراقية بعد بغداد، يعمها الدمار والخراب، وفيما كانت القوات العراقية لا تزال تقاتل آخر جيب لتنظيم داعش في الموصل القديمة. رفع العلم العراقي على حافة نهر دجلة في المدينة. وكانت القوات العراقية قد بدأت قبل نحو 9 أشهر هجومها على الموصل بعد نحو 2.5 من سيطرة داعش على المدينة. استطاعت في خلال شهر واحد السيطرة على الشطر الشرقي من المدينة، إلا أن معركة الشطر الغربي طالت نظرا إلى أزقته الضيقة وكثافة سكانه. التنظيم الذي كان قد تعاهد السبت بالقتال حتى الموت في الموصل لفظ أنفاسه الأخيرة في المدينة، فيما قال الناطق باسم الجيش العراقي إن 30 متشددا قتلوا وهم يحاولون الفرار سباحة في نهر دجلة. هزم داعش في الموصل، وبذلك لم يعد له موطئ قدم في العراق باستثناء بعض المناطق الريفية والصحراوية إلى الغرب والجنوب من المدينة. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية يعد ركيزة أساسية لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كلام السيسي جاء في خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة، حيث ناقش الطرفان التطورات الفلسطينية والجهود المبذولة لإعطاء دفعا لعملية السلام. وأكد السيسي أن القضية الفلسطينية تأتي دائما على رأس أولويات مصر، مشيرا إلى أن مصر ستواصل جهودها لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
بدوره الرئيس عباس أطلع نظيره المصري على الجهود التي تقوم بها فلسطين لحشد التأييد الدولي لموقفها الساعي للتوصل إلى حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وقبيل لقائه الرئيس المصري توعد عباس بفرض عقوبات مالية على حركة المقاومة الإسلامية حماس، وقال في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط: على قيادات حركة حماس في غزة أن تعلم أننا قد نلجأ إلى فرض عقوبات مالية فورية في حال إصرارها على الانقلاب على مؤسسات الدولة الفلسطينية في رام الله وعلى المساهمة مع قوات الاحتلال في تكريس تقسيم الشعب الفلسطيني إلى كانتونات وكيانات صغيرة مجزأة ومتنافرة متمردة على بعضها. وقد أعلنت حماس أن السلطة الفلسطينية قطعت رواتب 37 نائبا من نوابها في المجلس التشريعي الفلسطيني. وزير الخارجية البريطاني يدعو السعودية وحلفائها إلى إنهاء الحصار على قطر. في خلال زيارته دولة الكويت، دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون المملكة العربية السعودية وحلفائها إلى إنهاء حصارها على قطر، وشدد جونسون على أهمية وقف التصعيد وتحقيق تقدم نحو معالجة تمويل الإرهاب في المنطقة. والتقى وزير الخارجية البريطاني نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح ضمن الجولة التي يقوم بها لمحاولة حلحلة الأزمة التي تعصف بدول الخليج. ليس هناك احتمال للتصعيد العسكري، وما يريده الناس باعتقادي هو عكس التصعيد. نعتقد أن الحصار لم يكن موضع ترحيب، ونأمل أن يكون هناك خفض للتصعيد، ولكن بالطبع نحن نعمل وندعم أصدقائنا الكويتيين على تفاهمات لكيفية المضي قدما في محاربة تمويل الإرهاب، لا من قبل قطر فقط ولكن أيضا من طرف جميع أصدقائنا في المنطقة. ومن الكويت توجه جونسون إلى الدوحة وبحث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني تطورات الأزمة الخليجية. ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن جونسون تأكيده دعم المملكة المتحدة لوساطة الكويت لحل الأزمة ورأب الصدع. وعقب اللقاء اجتمع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني بنظيره البريطاني لبحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها. أخبار من مواقع التواصل الاجتماعي مع سارة صالحة. مرحبا. اللقاء المنتظر بين بوتين وترامب خلال قمة العشرين بألمانيا تجسد بصورة واحدة، صورة صدرت مواقع التواصل وفشت خلق كتار من الناشطين، كونه بتفرجي بوتين قاعد بالنص وحوله رؤساء أهم الدول بالعالم عم يتطلعوا فيه وكأنه ناطرين يشوفوا شو رح يحكي. الصورة الأشهر لحد هاللحظة حظيت بتعليقات وردود فعل عديدة، ولكن التعليق يلي أجمع عليه معظم الناشطين هو معنى الهيبة المزبوطة الواضحة بقعدة بوتين. ولكن ولسوء حظ المهللين، فالصورة تبين أنها مركبة بعملية قامت فيها إحدى الصحف الروسية وملأت الكرسي الشاغر بصورة الرئيس الروسي. ننتقل مع موجة تعليقات ساخرة عم بتسيطر على مواقع التواصل بمنصات المختلفة من بعد فيديو الشيخ المثير للجدل سامي خضرة، هو عم يفتي فيه وضع المرأة صورها على وسائل التواصل وخاصة الفيسبوك. الشيخ اعتبر صورة المرأة تثير الفتنة وبتلهي عن مرضات الله، ويجب استبدالها بصورة آية قرآنية، حديث شريف أو شجرة. التعليقات تفاوتت بين مؤيد لرأي الشيخ وبين معترض كون هالإفتاء مقتصر على صور النساء فقط، إلا أنه معظم التعليقات حملت طابع السخرية من موضوع الشجرة والطبيعة لتنتشر صور عديدة عبرت عن رأي العديد من الناشطين بهالفتوى. تصورت 20 و30 صورة ونقيت أكثر صورة حلوة وفيها إغراء وفيها تدبيل عيون وحطيتها، يعني حطوا أي قرآنية، حطوا حديث شريف، حطوا شجرة، حطوا منظر طبيعي، حطوا طفل، حطوا أي شيء تاني، أي شيء تاني. أما أنا فبدي أختم مع مجموعة نصائح بسيطة لحماية الخصوصية غير وضع صورة شجرة على البروفايل، وإنما بالعكس بنصح بوضع صورة شخصية واضحة للمستخدم لإطفاء مصداقية على الحساب. ولكن لضمان الحماية بنصح بعدم مشاركة أي مستند رسمي مثل صورة الهوية، جواز السفر، عنوان السكن أو رقم الهاتف، بالإضافة للانتباه لعدم مشاركة أي معلومة عن حسابك بالبنك أو تفاصيل بطاقتك الائتمانية. أيضا يفضل عدم مشاركة معلومات أو تفاصيل خاصة عن العمل على وسائل التواصل الخاصة، لأنها رح تأثر على صورتك المهنية قدام أصحاب الأعمال الأخرى.
وأخيرا يفضل عدم مشاركة الموقع الجغرافي للعلن بصورة دائمة وإنما بأوقات محددة وللضرورة فقط. ومع هالنصائح البسيطة أنا بدي ودعكم الليلة وبرجع بشوفكم بكرة. لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك وعبر صفحاتي فيسبوك تويتر إنستغرام سناب شات وما تنسوا تتاج هاشتاج ترينز حتى نقدر نتبع أخباركم ونقولها بنشرات لاحقة. باي. كان في النشرة توافق نقابي تفوز بكامل أعضائها. وأغلبية الناس، أغلبية الشعب اللبناني، أغلبية المعلمين هي تقف بوجه هذه السلطة اللي أساساً أطبقت على الحياة السياسية بالبلاد. باسيل يشيد بالنتائج وجلاط يأسف لسقوط محبوب. النجوح السوري في الميزان الاقتصادي. النازحين السوريين عم بيسببوا مشكلة كتير كبيرة بالاقتصاد اللبناني. ثورة المشنوط ضحية الرصاص الطائش. إذا رجع إطلاق النار لازم كلكم تصوروا. العبادي في الموصل محتفلاً بالنصر. الطيار يكشف بعد كان الطيار يخصب أي مكان بدواشي هم سبب الخراب والدمار. نشرتنا انتهت. للمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الإلكتروني الجديد .tv وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وتويتر الجديد نيوز. شكرا لحسن المتابعة وتصبحون على خير.